مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم. صباح الديمقراطية في احتكامها لإرادة الشعب في يوم انتخابي من أيام دولة الكويت الزاهية، بصروح مؤسساتها الدستورية التي تشكل البلدية إحدى ركائزها الراسخة في تاريخ البلاد المعاصر. أصل البداية فكرة، ومنبع الفكرة رغبة طموحة تبلورت سنة 1930 بإنشاء بلدية تدير شؤون الكويت المحلية، لتشهد سنة 64 انتخاب أول مجلس بلدية، تلاه 11 مجلسا، فاكتملت المحصلة ب 12 مجلس. اليوم تشهد البلاد انتخاب المجلس البلدية 13، 38 مرشحا، بينهم مرشحة واحدة يتنافسون على مقاعد المجلس الثمانية، بعدما أن تم حسم السباق الانتخابي على مقعدين في دائرتين انتخابيتين بالتزكية. بهكذا معطيات يقبل الناخبون والناخبات اليوم على اختيار ممثليهم في المجلس البلدي، ويحدوهم الأمل في أن يكون حسن الاختيار فعلا إيجابيا يساهم في تمكين البلدية من أفضل السبل لإدارة الشؤون المحلية تخطيطا وأيضا تنظيما ورقابة. الحدث بكل تفاصيله تتابعونه على شاشة تلفزيون دولة الكويت بدءا من هذه اللحظات التي تسبق فتح أبواب مراكز الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج النهائية وأيضا الرسمية، من خلال متابعة حثيثة من طواقمنا التحريرية وأيضا الفنية وشبكة مراسلنا في الدوائر الانتخابية. مشاهدينا، انتخابات المجلس البلدي 2022 يعني واحدة من سلسلة محطات تاريخية، يعني بدأت دستوريا سنة 1964 بأول انتخابات للمجلس البلدي الأول، ثم تلاه 11 موعدا انتخابيا لتكون المحصلة 13 موعدا انتخابيا، فيما نحن اليوم بصدد انتخابات المجلس البلدي 13 من تاريخ إنشاء البلدية سنة 1930. محطات تاريخية نوجزها في هذا التقرير لنشاهد. عبر 90 عاما شكلت نشأة بلدية الكويت عام 1930 الفرصة الأولى في تاريخ الكويتيين لممارسة التجربة الانتخابية، إذ اختاروا مجلسا للبلدية عن طريق الانتخاب عام 1932، والذي تشكل من 12 عضوا إضافة للرئيس. ومثلت هذه التجربة منعطفا تاريخيا في سبيل تطور المجتمع الكويتي. وفي عام 1938 تم انتخاب المجلس التشريعي الذي أصبح آنذاك مهيمنا على مختلف مجالس الخدمات بالبلاد، ومنها المجلس البلدي الذي قلت صلاحياته وأصبح بعض أعضائه أعضاء في المجلس التشريعي من دون الجمع بين العضويتين. وشهد عام 1960 صدور قانون البلدية الذي استعادت البلدية في ظله بعض اختصاصاتها، وزاد عدد أعضاء المجلس البلدي إلى 14 عضوا. ومع انطلاق انتخابات المجلس البلدي في دورته 13 للعام 2022، شهدت دولة الكويت منذ استقلالها 12 عملية انتخابات أخرى لأعضاء المجلس البلدي، كان أولها في يونيو لعام 1964، وانتخب فيها محمد يوسف العدساني رئيسا له، حيث تم حله بمرسوم أميري في 19 من مايو لعام 1966. أما انتخابات المجلس البلدي الثانية فقد جرت في يونيو من عام 1972، فيما تمت انتخابات المجلس في دورته الثالثة في يونيو لعام 1976، والذي انتخب محمد يوسف العدساني رئيسا له.
وجرت انتخابات المجلس البلدي الرابع في يونيو من عام 1980، والذي انتخب عبد العزيز العتساني رئيسا له، والذي تم حله في ديسمبر من العام 1983 بمرسوم أميري أيضا، لتجري بعدها بأيام انتخابات الدورة الخامسة للمجلس في يناير من عام 1984. وفي أكتوبر عام 1993 جرت انتخابات المجلس السادس، فيما انتخب المجلس البلدي السابع في يونيو من العام 1995. أما الانتخابات الثامنة فقد جرت في يونيو من العام 1999، وتم فيه انتخاب روضان الروضان رئيسا له عقب استقالة أحمد العتساني. وفي انتخابات المجلس التاسع التي جرت في يونيو عام 2005، وافق مجلس الوزراء على تعيين سيدتين من ست شخصيات لعضوية المجلس البلدي، كما شهدت الانتخابات مشاركة المرأة بها ترشحا وتصويتا، فيما جرت انتخابات المجلس البلدي العاشرة في يونيو من العام 2009، وكذلك انتخابات المجلس الحادي عشر أيضا في يوليو من العام 2013، فيما شهدت البلاد انتخابات المجلس البلدي 12 في 12 من مايو لعام 2018. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين، ونجدد لكم التحية. قبل دقائق معدودة يعني من فتح باب الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي، مشاهدين يعني وزارة الإعلام جندت كل الطاقات البشرية وأيضا الفنية لمواكبة هذا العرس الديمقراطي. وفي هذه الأثناء شبكة مراسلي تلفزيون دولة الكويت المنتشرة في مختلف الدوائر الانتخابية تنقل لكم طبعا الحدث بالصوت والصورة، بدءا من اللحظات الأولى لعملية الاقتراع وحتى يعني ظهور النتائج. معنا طبعا من الدائرة الثانية، مع مراسلتنا في الدائرة الثانية الزميلة عائشة أحمد. زميلة عائشة، يعني بداية، كيف تبدو الأجواء يعني قبل فتح باب الاقتراع للناخبين للإدلاء بأصواتهم، يعني كيف تبدو الأجواء لديك في الدائرة الثانية؟ نعم، صباح الخير زميلي، وصباح الخير مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون الكويت. منذ ساعات الصباح الأولى متواجدين من أمام مدرسة الجزائر في منطقة الشامية. حتى الآن طبعا الإقبال قليل بالنسبة لساعات الصباح الأولى في هذا اليوم من تغطيات انتخابات المجلس البلدي 2022. عدد اللجان في هذه المدرسة 4 لجان ب4004 من الناخبات اللي ممكن أنهم يدلون بأصوات في هذه المدرسة من الدائرة الثانية، وهي المكونة من 29 لجنة موزعين على 8 مدارس على مختلف المناطق في هذه الدائرة، التي تضم الشامية وشويخ والمرقاب والمنصورية والقادسية وأيضا الدعية، بالإضافة إلى الشامية اللي احنا الحين متواجدين فيها في منطقة الجزائر. عدد الذكور في الدائرة الثانية 13,030 من الناخبين اللي حق لهم أن يدلون أصواتهم في هذه الدائرة، أما الإناث 13,921. طبعا هذه لمحة سريعة من الدائرة الثانية ومن أمام مدرسة الجزائر في منطقة الشامية. عودة الاستديو. شكرا للزميلة عائشة أحمد على هذا الموجز من الدائرة الثانية، وسوف نكون معك بإذن الله إن شاء الله في الساعات القادمة بإذن الله. ننتقل أيضا للدائرة الثالثة، يعني طبعا مشاهدينا بجهوزية تامة من قبل جميع مؤسسات الدولة المعنية، وزارة الداخلية، وزارة البلدية، إدارة البلدية، طبعا في جميع المؤسسات الدولة الجميع يعمل لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي. ننتقل إلى الدائرة الثالثة. أهلا ومرحبا بك زميلي رائد. يعني قبل فتح باب الاقتراع يعني وسير العملية الانتخابية فعليا، يعني كيف تبدو الأمور لديك؟
صباح الخير زميل بندر، صباح جميل لمشاهدي تلفزيون دولة الكويت من خلال هذا اليوم والعرس الديمقراطي للمجلس البلدي 2022. بإذن الله سنشاهد اليوم أكيد هذه الجهود التي تبذل من مختلف جهات الدولة. لله الحمد قبل القدوم إلى هذه المدرسة نشاهد ونتابع التنظيم السلاسة بعملية أكيد الآن الأمور التنظيمية داخل المدارس، وأيضا نتحدث عن وجودنا في الدارة الثالثة ومدرسة ثانوية الروضة للبنات واللي ستكون مخصصة للناخبات في عدد 6683 في 7 لجان. جميع الأمور لله الحمد جاهزة بانتظار مؤكد بعد دقائق إن شاء الله أن تفتح الأبواب، وأكيد القدوم لصناديق الاقتراع من خلال اللجان الحاضرة. جميع الأمور مهيئة تماما بإذن الله لأكيد متابعة اليوم. منذ الساعة 8 ستكون إن شاء الله انطلاقة حتى 8 موعد الاقفال، يعني الدائرة الثالثة. نتحدث عن 4 مناطق في هذه الدائرة: الروضة وأيضا الفيحة وكيفان والنزهة. بإذن الله سنكون حاضرين في هذه التغطية، وإن شاء الله سنكون أولا بأول بمتابعة يوم الانتخاب للمجلس البلدي 2022. نعم زميلي بندر. شكرا للزميل رائد الشمري على هذا الموجز عن الدائرة الثالثة، وننتقل مباشرة إلى الدائرة السادسة والزميل نواف الشراكي. نواف، طبعا اليوم نعلم بأن يوم إجازة، يعني كيف تسير عملية الاقتراع؟ وحتى طبعا الآن سوف تفتح يعني الأبواب لقبول الناخبين للإدلاء بأصواتهم. تفضل نواف. تحية لك بندر، وتحية كل من يشاهدنا الآن عبر هذه التغطية الخاصة لانتخابات المجلس البلدي 2022. مثل ما تفضلت، الآن بدأت عملية الاقتراع في هذه الانتخابات، ونحن الآن متواجدون في مدرسة قيس بن أبي العاص المتوسطة بنين في منطقة حطين، وهي الدائرة السادسة في هذه اللجنة. حقيقة اللجنة الأصلية 41، هي 10 لجان ما بين لجنة أصلية و9 لجان فرعية. عدد الناخبين من الذكور في هذه اللجنة وإجماليهم 11185 ناخب، من أصل أو من إجمالي عدد الناخبين في الدائرة السادسة 60150 ناخب من الذكور والإناث في هذه الدائرة، واللي يتنافس عليها 4 من المرشحين. حقيقة يعني بدأت الآن عملية الاقتراع، والأمور تسير وفق ما هو معمول من آلية منظمة حقيقة، وجهود ما بين تعاون الجهات المعنية الحكومية المشرفة على هذه عملية الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي 2022. يمكن العملية الآن في بداية الصباح الباكر، حتى اللحظة هذه يمكن عدد الذين دخلوا المدرسة يمكن أعداد حقيقة قليلة، ولكن إن شاء الله نتوقع خلال الساعات القادمة سوف يكون العدد أكبر، وهذا يعني من خلال العملية اللي قاعد نشوفها الآن. ولكن حقيقة جهود يشكرون عليها أخويا رجال وزارة الداخلية سواء من الداخل أو حتى من الخارج، أو حتى عملية المنظمة داخل المدرسة. فبالتالي في هذه اللحظات إن شاء الله ايضا راح نوافيكم في كل ما يستجد من عمليه الاقتراع في مدرسه قيس بن ابي العاص المتوسطه في منطقه حطين الدائره السادسه ان شاء الله في الاوقات اللاحقه. نعم باذن الله. يعني زميلي نواف الشراكي، طبعا نواف سوف نكون معك باذن الله في النشره القادمه. اذا مشاهدينا، يعني كما تحدثنا منذ قليل، يعني هناك 38 مرشحا في 10 دوائر، هناك ايضا دائرتين، الدائره السابعه والدائره العاشره، سوف يتم باذن الله طبعا تزكيتهما بشكل رسمي في تمام الساعه 8 مساء. ننتقل مباشره الى الدائره الثامنه والزميل عايد العنزي. عايد، كيف تبدو الأجواء لديك؟ صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم من الدائرة الثامنة تحديدا ومن ثانوية سعد العبدالله للبنين، حيث هذه الدائرة تتبع مناطق الصيبخات والدوحة وغرناطة ومنطقة البر والجهراء والجهراء الجديدة، حيث يبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 94000 ناخب تقريبا موزعين على 92 لجنة. وأنا في هذه الدائرة أي في منطقة سعد العبدالله وثانوية سعد العبدالله يبلغ فيها عدد الناخبين
7045 ناخب تقريبا. شكرا عايد العنزي، سوف نعود إن شاء الله لك في النشرة القادمة، وننتقل مباشرة إلى الدائرة الرابعة قبل ونلتقي أيضا بالزميل أحمد متقي. قبل أن نلتقي بالزميل أحمد متقي، مشاهدينا يعني بجهوزية كاملة لمؤسسات الدولة ووزارات الدولة المعنية في تسخير كافة جهودها لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي في انتخابات المجلس البلدي 2022. يخوض الانتخابات 38 مرشحا، هناك نذكر مرشحين تم تزكيتهما، وإن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء سوف يتم تزكية هؤلاء المرشحين بشكل رسمي. ننتقل إلى زميل أحمد متقي في الدائرة الرابعة. زميلي أحمد، يعني كيف تبدو لديك الأجواء؟ صباح عليك بالخير زميلي بندر، وأصبح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام. اليوم احنا متواجدين أمام مدرسة مشعان خضير المشعان في الدائرة الرابعة في منطقة مشرف. يمكن هذه المدرسة يعني من ضمن 16 مدرسة يعني منتشرة في الدائرة الرابعة، وهناك 8 مناطق سيتم طبعا يعني الذهاب والاقتراع لها. قبل قليل تم فتح باب الاقتراع بهذه المدرسة، بمدرسة مشعان الخضير. ومثل ما تفضلت زميلي بندر، يمكن احنا قاعدين نشوف ان هناك جميع يعني اغلب المؤسسات، مؤسسات الدولة يعني سخرت جهودها لانجاح عملية طبعا انتخابات البلدي 2022، ونقول الله يعطيهم العافية على جهودهم الكبيرة اللي قاعدين يقومون فيها. عملية الاقتراع ابتدت يمكن بالساعة 8، فيعني نسبة ما الحضور ضئيل، ولكن إن شاء الله تباعا يعني راح يكون هناك عملية الاقتراع في كافة المدارس بالدائرة الرابعة، وإحنا نتمنى لهم التوفيق صراحة. يعني هناك 7 مرشحين في الدائرة الرابعة و83 ناخب وناخبة راح يكونون إن شاء الله يعني حسب الإحصائيات اللي موجودة في الدائرة الرابعة. شكرا للزميل أحمد متقي على هذا الموجز، وسوف نكون معك بإذن الله في النشرة اللاحقة بإذن الله. ننتقل مشاهدينا طبعا إلى الدائرة الخامسة، والزميل رائد مطيري. رائد، كيف تبدو عملية سير الانتخاب لديك؟ اهلا وسهلا، صباح الخير بندر وايضا مشاهدينا الكرام، صبح عليكم الخير. احنا في هذا اليوم الديمقراطي في المجلس البلدي وانتخاباته انطلاقا من الان، تفتح الان ايضا صناديق الاقتراع للناخبات في هذه الدائره، واللي عددهم 9500 ناخبه، وطبعا هذه في الدائره الخامسه بندر. الان الشوارع شبه يعني قليل الحركه فيها، ربما بعد قليل نشهد وفود كثير من الناخبات للإدلاء بأصواتهم في هذه الدائرة. رجال الداخلية يعطيهم العافية أيضا متواجدون وبحرص على سلامة الآخرين. أيضا مشاهدين الكرام، هناك بعض الشوارع بندر أغلقت وتم تجهيز أيضا دخول فقط للناخبين هنا في هذه في مراكز الاقتراع هذه، وبإذن الله إن شاء الله نحن نشهد أيضا تصاعد في الأعداد وأيضا مزيد من الحضور في ساعات التداول أو ساعات الاقتراع القادمة بإذن الله. شكرا للزميل رائد المطيري، وسوف إن شاء الله نلتقي في تمام الساعة 9 صباحا بإذن الله. إذن مشاهدين، يعني كما تحدثنا هناك 8 دوائر مسجلة الآن، ولنا شبكة مراسلين منتشرة في 8 دوائر، ولكن هناك 10 دوائر تم تزكية دائرتين، هي الدائرة السابعة وأيضا الدائرة العاشرة لانتخابات عضوية انتخابات المجلس البلدي، ولكن اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 8 ومساء طبعا سوف يعلن هذا الأمر بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية. ننتقل مباشرة إلى الدائرة التاسعة والزميل عادل العنزي. عادل، كيف تسير عملية الانتخاب لديك؟ نعم زميلي، صباح الخير عليك وعلى كل من يشاهدنا في هذه اللحظات. اليوم في هذا اليوم المفتوح اللي راح يكون مخصص لانتخابات بلدي 2022، هذا العرس الديمقراطي اللي تعودت عليه الكويت منذ بدايتها لغاية اليوم، وصلنا لهذه المرحلة اليوم في بداية انطلاق اليوم الانتخابي في مدرسة عبد الوهاب الفارس الابتدائية اللي متواجدة في منطقة صباح السالم. هذه المدرسة تعتبر من المدارس الكبيرة في عدد الناخبين مخصصة للرجال، يوجد فيها تقريبا عدد 10 لجان وأكثر من 10600
ناخب راح يبدؤون أو بدأوا تقريبا الآن بعد فتح الأبواب قبل دقائق قليلة عملية الانتخابية، إن شاء الله راح تستمر هذه العملية لغاية الساعة 8 والكشف عن الفائز أو المرشح اللي راح يكون له النصيب إن شاء الله في الفوز وتمثيل هذه الدائرة. نكون إن شاء الله مستمرين معاكم خلال رسائل متنوعة لتغطية سير العمل الانتخابية اللي راح لاحظنا فيها من بداية الساعات الأولى تواجد الأخوان من وزارة الداخلية وأيضا القضاة بشكل مبكر اليوم لتنظيم العملية وجميع الجهات المختصة في الدولة لتنظيم هذه العملية اليوم، اللي إن شاء الله تتمنى أنها تكون يعني تسير بشكل مميز بإذن الله. شكرا للزميل عادل العنزي من الدائرة التاسعة على هذا الموجز الذي قدمته. طبعا سوف نكون إن شاء الله معك خلال الساعات القادمة لإعطائنا معلومات أكثر عن سير العملية الانتخابية.